بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميلتري إنسكوب. النهاردة هنتكلم عن أقوى مروحيات هجومية في العالم، منهم 2 في مصر وواحدة في الجزائر. تابعونا للآخر واعملوا اشتراك لو مهتم بالمجال العسكري والسياسي، ونكتب كلنا بكل فخر تحيا مصر وكل العرب. ونبدأ على بركة الله. في المركز الخامس تأتي الطائرة AH-1Z Viper. تعتبر الطائرة AH-1Z Viper مروحية هجومية أمريكية لها قدرة عالية ومتعددة المهام وذات محركين. وفي المركز الرابع المروحية الهجومية يوروكوبتر تايجر. تم تصنيع مروحية يوروكوبتر تايجر بواسطة شركة يوروكوبتر الألمانية، وهي معروفة باسم النمر في فرنسا وأسبانيا. وفي المركز الثالث يأتي صائد الليل. يطلق أيضا حلف شمال الأطلسي على 128 خراب أو هافوك، وهي هليكوبتر روسية تناسب جميع الأحوال الجوية ليلا ونهارا جنبا إلى جنب، لكونها مزودة بمقعدين فقط، وهي مروحية هجومية مضادة للمدفعية، لا يوجد لها أي قدرات ثانوية لنقل الجنود، وتم إنتاجها بشكل أفضل من إصدار 124. والجدير بالذكر أنه يوجد إصدار منها بدولة الجزائر. وفي المركز الثاني المروحية KA-52. تعتبر مروحية KA-52 واحدة من أخطر المروحيات الهجومية في العالم، وتعمل النسخة البحرية منها على متن حاملات الطائرات مسترال التي يملكها الجيش المصري. ويقول موقع روشن هيليكوبتر أن المروحية الروسية تمثل الجيل التالي من المروحيات الهجومية التي يمكنها مهاجمة الدبابات والأهداف الأرضية غير المدرعة، كما يمكنها استهداف تشكيلات القوات البرية والمروحيات المعادية. وفي المركز الأول المروحية AH-64. من المعروف أن الطائرة بوينغ AH-64 أباتشي هليكوبتر هجومية صممت لتكون أبرز وأقوى نظام مضاد الأسلحة المدفعية في حرب الخليج، وهي مصممة لأداء مهامها القتالية ليلا أو نهارا وفي ظل الظروف الجوية السيئة. أيضا تم تصميم أباتشي خصيصا لتلبية المتطلبات الصارمة من خطة هجوم الهليكوبتر في الجيش الأمريكي، وتم تجهيز أباتشي بأحدث التكنولوجيا الإلكترونية ونظم مكافحة الحرائق، وتتميز بقوة نيران رهيبة حيث يمكن تحميلها بعدد 16 صاروخ هيلفاير و76 صاروخ جو 70 ملي أو مزيج من الاثنين معا. يذكر أن منها إصدار يعمل في مصر. وإلى هنا تكون انتهت الحلقة، وتحيا مصر وكل البلاد العربية. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.